يظن النظام المجرم أنه يستطيع النوم قرير العين بعد ارتكابه للمجازر بحق أهلنا في المحرر، ولكن العمليات النوعية المستمرة للمجاهدين تقض مضجعه وتجعل جنوده وشبيحته يعيشون حياة يملأها الخوف والترقب. ففي اي لحظة يمكن ان يصبحوا جيفا داخل نقاط رباطهم ودشمهم التي يتحصنون بداخلها، فقد كثفت غرفه عمليات الفتح المبين من عملياتها النوعيه خلف خطوط العدو، واظهرت الصور الخسائر الكبيره التي تتعرض لها النقاط المستهدفه، وباتت تلك العمليات هاجسا شبه يومي يؤرق عصابات الاسد. لكن وفي المقابل يسال اهالي المحرر هل سيقتصر المجاهدون في ردهم العسكري على قصف النظام المجرم ومجازره على العمليات الانغماسيه فقط؟ ام ان لهم راي اخر؟ اهلا ومرحبا بكم والى ملفات شائكه. تحلق الطائرات الروسيه في سماء المحرر. فتقصف اهلنا وترتكب بحقهم المجزره تلو الاخرى تشاركها على الارض مدفعيه ميليشيات الاسد التي لا تفرق بين مدني او عسكري فلا تزال دماء شهداء ومصابي مخيم كفر جالس حاضرة في ضمائر السوريين الأحرار كغيرها من المجازر التي ارتكبتها عصابات الأسد وإيران حيث استهدف المخيم حينها بعشرات القذائف العنقودية ليسقط على إثرها ستة شهداء بالإضافة إلى أكثر من ستين مصابا ينفذ عناصر عصابات الأسد ومن خلفهم الروس مجازرهم بكل بساطة ثم يعودون لمهاجعهم منتشين بفرحه النصر على الاطفال والنساء، ثم ينامون وفي رقابهم دماء الابرياء التي سترافقهم بعد مقتلهم، فلم تمض الا ايام قليله على المجزره حتى نفذت كتائب الثوار عمليتين انغماسيتين في بلده جورين بسهل الغاب اسفر عنهما قتل وجرح العشرات من عصابات الاسد، اضافه لتدمير عده مدافع كانت مهمتها ارسال قذائف الحقد على مناطقنا المحرره. تكررت تلك العمليات النوعيه ضد عصابات الاسد، فاغارت منذ ايام قوات خاصه تابعه لغرفه عمليات الفتح المبين على محور اللاذقيه وريف ادلب، والحقت بهم خسائر بشريه وماديه كبيره. اتبعتها كتائب الثوار منذ يومين بعملية مباغتة اخرى على محور الاربيخ شرق ادلب، فقتلت اكثر من 12 عنصرا للنظام المجرم واغتنمت اسلحتهم لتصبح تلك العمليات النوعية هاجسا يرعب عناصر الاسد في اماكن تمركزهم. تشحذ العمليات النوعية الهمم وترفع المعنويات، فالناس تواقون لمعارك التحرير والانتصارات والفتوحات. فماذا تحقق تلك العمليات على الصعيد العسكري للثوره وهل هي اختبار واستعداد لمعارك التحرير القادمه اسئله كثيره يطرحها الشارع السوري بشكل مستمر والمتامل بعوده كريمه الى بلاده تخلصه من مراره النزوح والتهجير بسم الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو جلال الدين قيادي عسكري في غرفة عمليات الفتح المبين مرحبا بك سيد جلال مرحبا, مرحبا حياكم الله حياك الله سيد جلال يعني في الفترة الأخيرة كثفت غرفة عمليات الفتح المبين للعمليات الانغماسية على خطوط النظام المجرم يعني اليوم لو نتكلم أسباب تلك العمليات وهل حققت العمليات هدفها؟ تفضل حياكم الله أخواني جميعا بالنسبه للعمليات الانغماسيه هي بدايه هي بتوجيهات من قياده عمليات الفتح المبين نعم جاءت هذه العمليات كرد على القصف الممنهج الذي اتخذه النظام المجرم على اهلنا في المخيمات والقرى القريبه من من خطوط الرباط نعم. فخلفت هذه هذا القصف خلف العشرات القتلى والجرحى من اهلنا النازحين نعم فاتى امر قياده عمليات الفتح المبين بالقيام بهذه العمليات كرد جزئي على هذه الاعمال وعلى هذا القصف. نحن لدينا الكثير من الادوات لكن كل مره يجب ان نفاجئ العدو بادوات جديده واجراءات أسالي جديده اساليب قتاليه جديده اساليب قتاليه نعم. جديده تكون في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. يعني انت تقصد انه يوجد رد عسكري من قبل الراجمات المدفعيه الثقيله بالاضافه حتى من المقاتلون الذين هم الانغماسيون تحديدا. تماما تماما، هناك رد بالقصف، مدفعيه، صواريخ لكن هذا الاجراء هو اجراء جديد او خلينا نقول تكتيك جديد تستخدمه عمليات فتح المبين حتى مم. يكون له اثر واقعي يدب الرعب في قلوب نعم. هذا العدو بالوقت المناسب والمكان المناسب. العمليات الانغماسيه التي يعني تجرى اليوم تحقق هدفها؟ يعني انتم عندما يعني تبعثون في مجموعه انغماسيين لديكم هدف معين من دخولهم تحققها بشكل كامل؟ تماما تماما اخي كريم هذا العمل له دراسه طويله ومنهجي دقه في الرصد وتحديد الاهداف تريدون تستهدفها تماما نعم. عمل شاق ومتعب وطويل حتى يكون هذا العمل مثمر ويحقق هدفه بنسبة 100% بإذنه تعالى نعم سيد جلال يعني من المعلوم يعني نقاط الرباط تكون محصنة خصوصا يعني من المعروف أن ميليشيا النظام لا قبل لهم في الثوار أو المجاهدون يعني تكون نقاطهم محصنة في يعني ألغام أو خطوط ألغام، كيف يستط... كيف استطعتم الدخول لتلك المناطق تحديدا ويعني قتل هذه المجموعات؟ أه الحقيقة في هذا الموضوع له الكثير من التدابير والإجراءات. مم. بداية هو أه نحن نلاحظ اليوم تطور عسكري ملحوظ أه لدى الأخوة المجاهدين مم. على الصعيد المشاة والصعيد العسكري سواء بقاصفات الصواريخ مم. أه والراجمات والمدفعين هذا الأمر يحتاج الكثير من التدريب. آه سواء على صعيد المعسكرات على مختلف المستويات فاليوم آه بفضل عز وجل آه بتوجيهات القيادة آه نحن اليوم نتدرب جندا وقادة آه رمات مدفعي والإسناد آه والإسناد المباشر كل هذا التدريب آه سواء تدريبات في المعسكرات وتدريبات حية آه في خطوط الرباط نقوم بدراسة واقعية لكل نقطة بتفاصيلها الدقيقة من خلال عملية الرصد من خلال عملية الرصد الرصد يعني سواء استطلاع جوي، استطلاع ارضي، استطلاع المشاة، فنقوم بتحديد هذه الاهداف بدقة وتحديد الثغرات ومن ثم القيام بهذه الأعمال وتؤدي إلى هذه النتيجة السيد سيد جلال يعني أنتم اليوم تراقبون خطوط الرباط بشكل كامل وتحديدا النقاط التي تريدون استهدافها، يعني تأخذ منكم الرصد عملية الرصد وقت أو أيام تماماً, تماما هذا العمل ليس سهلا <applause> هذا العمل يحتاج جهد ووقت طويل آه الحمد لله نحن لدينا اجراءات طويله آه واجراءات آه كبيره نقوم بها آه العمل يحتاج الى ايام وربما شهور لكن نحن نعرف في, في نهايه هذا المطاف اننا آه نسبه نسبه نجاح العمل تكون كبيره ونسبه الحفاظ على سلامه الاخوه الذين يقومون بهذا العمل هي كبيره ايضا في المقابل فنحن نقوم بهذه الاجراءات من اجل تحقيق الهدف المطلوب والحفاظ على سلامه الاخوه المجاهدين قدر المستطاع. طيب سيد جلال يعني لو تحدثنا أن عندما يخرج المجاهدون او الغماسيون يعني كيف كانت رده فعل المرتزقه النظام في النقاط؟ يعني يحدث الاشتباكات بشكل يعني مباشر ام يكونون نائمون او ما شابه؟ لو تحدثنا بشكل تحديد عن هذه الجزئيه. هل هذا العمل أه حسب واقع كل نقطة وحسب واقع كل بالعموم. محور بالعموم قوات النظام في بعض المناطق التي هم يرون أنها ممكن أن نقوم بعمل من خلالها فهم يكون مثلا متحصنين لديهم الخطوط الدفاعية الكثيرة متيقظين مع ذلك نحن لدينا في المقابل تكتيكات جديدة وإجراءات جديدة نباغتهم ونفاجئهم في هذه المحاور وبالمقابل هناك محاور أخرى آه نائمون يعني آه ندخل آه وهم آه نائمون يعني لا يعرفون شيء عناصر مش نظام كما رايناهم في الحمله الاخيره يعتمدون على القصف بشكل مباشر يعني لا, لا يوجد تكتيك عسكري يعني حتى هو ممكن يجيب كما يقال يلم من الشارع ويحطهم مرتزقه صحيح صحيح هو بالعموم بالعموم عناصر ضعيفه لا تستطيع الدفاع عن انفسها آه فهم اليوم لا يستطيعون أن النوم آه خوفا من شبح الانغماسيين لكن نحن نحن نتحدث كمحاور رباط ومحاور التي التي تقابلها من نقاط عدو فهو يعتمد هذا المحور يعتبر انه هذا المحور محور الخرق فهو يقوم بالتحصين الزائد والقوات النخبويه بزعمه لكن نحن احنا بالمقابل احنا لدينا كثير من الاجراءات والتصاوير التي كانت موجوده والتي نشرت على الاعلام سهلان. هي تشهد بضعف هذه الجنود والتي لا تستطيع ان تدافع عن انفسها اصلا. طيب اليوم ما تاثير هذه العمليات على مرتزقه النظام تحديدا؟ لها تاثير؟ طبعا اثرها سلبي على قوات النظام حيث عجز هذا النظام على صد هذه الضربات النوعيه فبات اليوم غير قادر في الدفاع عن نفسه، لها اثر تكتيكي في ساحه المعركه ولها اثر استراتيجي كبير في المعركه القادمه باذنه تعالى. حيث انه يرى عجزه ويرى ضعفه قوات مهترئه قوات مهترئه انا قمت مثلا بالدفاع عن نفسي باعتقاده انا قمت بكثير من التحصينات، زرعت الالغام، لدي الدشم الكثير ولدي من المرتزق الكثير ولدي من المدفعيه الكثير مع ذلك يستطيع المجاهدون الوصول بكل سهوله ولدينا نحن نحن في جعبتنا الكثير اصلا فهذا ان دل على شيء دل على عجز ودل على ضعف في الاتجاه المقابل ان دل على شيء دل على القدره لدى المجاهدين بمفاجاه العدو في كل لحظه وفي كل عمل تكتيك جديد في كل في كل مرحله نستطيع القيام باعمال جديده وابتكارات جديده على ساحه المعارضين روح روح المقاومه وروح المقاومه طيب تكلمنا في هذا الامر يعني ما ما يعني أثر على المجاهد بحد ذاته هذه العمليات اليوم الروح المعنويه عاليه تعانق السماء اثرها ايجابي كبير ثقه المجاهد بنفسه ثقه المجاهد بقادته اصبح اليوم يمتلك زمام مبادره تثبيت المعادلات على هذه الارض يقول للمعتدي انا استطيع وضع حد لك في الاستمرار ببغيك وقصفك وعدوانك واستطيع الرد في كل لحظه وفي كل حين بالمقابل قادتنا التي تتعب على هذه الجنود تضع الافكار تراقب الواقع تقوم باجراء بعض التدريبات زادت ثقتها بهذه الجنود فاصبح الانسجام عالي جدا فضله عز وجل ونحن ان شاء الله نحن قادرين على القيام باي معركه في في اي وقت باذن تعالى نعم. طبعا بامر من القياده التي تعرف الواقع جيدا وتعرف متى تقرر هذا مثلا السلم او الحرب او متى يكون الدفاع ومتى يكون الهجوم نعم طيب يعني جميع يعلم انه غرفه عمليات الفتح المبين لا زالت يعني كانت تجري استعدادات عسكريه منذ يعني انتهاء الحمله طيب اليوم الى اين وصلنا في الاستعدادات العسكريه هل لا زالت جايه ام انتهيتم ماذا يحدث؟ نحن جاهزون في كل مرحلة. اليوم وغداً وبعد غد نحن جاهزون. نعم. آه لكن لكل معركة لها أدوات آه ولها فرصة نعم. ونحن نتحيّن الفرص. ننتظر هذه الفرصة حتى نقوم بعمل ليحقق الثمرة المرجوة منها. نحن نقوم بالإعداد ونقوم. الإعداد بتدري. جاري. دائما الإعداد جاري سواء على صعيد المشاة. وعلى صعيد المدفعيه وعلى صعيد الاسناد المباشر وفي كل المستويات. في المقابل انتم مستعدون. يعني. وفي المقابل نحن مستعدين. نعم. آه لكن نحن نتحين الفرص. مه. مساله الفرصه هي بامر القياده فهي مطلعه على الواقع بشكل جيد. فمتى جاء الامر نحن جاهزين بإذن تعالى. نعم. طب في الختام سيد جلال يعني رسالتكم للمحرر؟ رسالتنا لاهل المحرر آه باذن الله نحن لن نمل ولن نكل ولن نسكين حتى نحرر كامل التراب السوري. فهذا حق علينا ان نقوم باسترداد هذه الارض ومحاسبه بشار وجنده ومحاسبه كل معتدي ومحاسبه كل مجرم بإذنه تعالى حتى نرجع اهلنا الى بلادهم سالمين غانمين واقول لاهلنا كونوا معنا نحتاج الدعم، نحتاج هذه الروح المعنويه، نحتاج ان تقفوا بجانبنا ان تكونوا سندا وعونا لابنائكم حتى نستطيع أن نقدم أفضل من ذلك بكثير نعم. شكرا لك جلال الدين قيادي عسكري في غرفة عمليات الفتح المبين وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المشاهدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم